طبعا حطيت شوية زيت والبصلات، راح احط فوقهم الدجاج، وبس شوية دبل البصلات. نحط الدجاجات عشان نعمل اليوم مقلوبة دجاج ان شاء الله. طبعا هاي القشطة راح تنشال كلياتها، ما راح يضل ولا اشي منها. شايفين صبايا المبتدئات في الطبيخ، عشان تعرفي انه الدجاج استوى، يعني هيك معلومة تعرفي انه من الجناح انه استوى. طبعا انتو شايفين كيف مستوى، مبين انه مستوى اصلا، فبكون على دليل انه الدجاج تمام. Yeah.